أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرقة. نبدأها بالعناوين. واشنطن ومسقط تؤكدان في بيان مشترك على دعم الاستقرار في اليمن وتمديد الهدنة الإنسانية. الأمم المتحدة تحمل ميليشيات الحوثي مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرتها. ميليشيات الحوثي تتخذ إجراءات انتقامية ضد مدنيين بسبب مصرع أقارب لوزير داخلية الانقلابيين بحادث سير. أسقطت الدفاعات الجوية في محافظة مأرب طائرة مسيرة مفخخة لميليشيات الحوثي الإرهابية. وأفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات الجوية رصدت طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي لحظة اختراقها أجواء مأرب وتم التعامل معها وإسقاطها، مشيرة إلى أن المسيرة الحوثية محملة بالعبوات المتفجرة وتم إسقاطها قبل الوصول إلى هدفها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف المنشآت المدنية والحيوية في اليمن، وذلك بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة في محاولة بائسة لاستهداف ميناء قنا التجاري في شبوة. الخارجية السعودية تدين وتستنكر هذا الاستهداف من قبل ميليشيات الحوثي للمنشآت المدنية والحيوية في اليمن، وشددت الوزارة على موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويرفع من معاناة الشعب اليمني ويحقق تطلعاته. وأكدت أيضا وزارة الخارجية على دعم المملكة الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. طالب ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غليمور ميليشيات الحوثي بإيقاف الهجوم على المواطنين بالطائرات المسيرة من أجل استمرار الهدنة وتمهيد الطريق إلى السلام. وبين غليمور خلال تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط عمل الاتحاد الأوروبي مع الأطراف كافة، وقال إن إيران لا تساعد لصنع السلام وحل الأزمة في اليمن، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن هانس غرينبرغ. أكدت الولايات المتحدة وسلطنة عمان في بيان مشترك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ونظيره العماني بدر البوسعيدي خلال مباحثات رسمية في واشنطن على دعم الاستقرار في اليمن وتمديد الهدنة الإنسانية. في بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ونظيره العماني بدر البوسعيدي بعد مباحثات رسمية في واشنطن حول ملف الأزمة اليمنية وسبل دعم جهود الحل السياسي في اليمن، وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، ودعا البيان المشترك الأطراف اليمنية إلى تمديد شامل للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وإطلاق عملية سياسية شاملة تسمح لجميع اليمنيين بتحديد مستقبل بلادهم. وذكر البيان أن تمديد الهدنة سيوفر إغاثة فورية للشعب اليمني من خلال الإفراج عن مدفوعات الرواتب وغيرها من الإجراءات، وأكد على أن الحل السياسي هو الحل الذي يمكن أن يعالج الأزمة الإنسانية في اليمن وتحقيق مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. وأعرب بلينكين عن أمله في أن تتوصل الأطراف اليمنية بدعم من سلطنة عمان والإجماع العام في المنطقة وخارجها على اتفاق بشأن التوصل لهدنة شاملة بما يساهم في تسريع إعادة المسار إلى طريق السلام. مراقبون يرون أن تكثيف الولايات المتحدة الأمريكية من مساعيها لدعم الجهود الأممية لتجديد الهدنة في اليمن وإيجاد حل لإنهاء الصراع يأتي بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية، وإن حققت هذه الجهود خطوة في عملية السلام ستنعكس إيجابا لصالح إدارة بايدن في الانتخابات، وذلك بعد تراجع شعبيته خارجيا مؤخرا في الملف اليمني وإلغاء تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية إبان توليه الحكم.
أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بزيادة كبيرة في حوادث عرقلة وصول المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في تلك المناطق. في تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، قال فيه إن حوادث قيود حركة ووصول المساعدات الإنسانية في اليمن لا تزال تمثل تحدياً، وأن أغلبها تحدث في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وأن معظم الحوادث مدفوعة بالعوائق البيروقراطية والتأخير في الحركة. وقال التقرير إن الربع الثالث من عام 2022 شهد زيادة كبيرة في الحوادث بنسبة 5.9%، التي أثرت على سلامة وأمن عمال الإغاثة مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته. وأوضح أن شركاء العمل الإنساني أبلغوا المكتب الأممي عن 673 حادث وصول في 103 مديريات في 19 محافظة عبر اليمن، ما أثر على أكثر من 5 ملايين شخص. وأضاف التقرير أن ما يقرب من 3/4 الحوادث المبلغ عنها، وبما نسبته حوالي 74%، تتعلق بالقيود البيروقراطية التي تفرضها السلطات، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والسلع داخل اليمن، وأن التدخلات في العمليات الإنسانية تشمل رفض أو تأخير تصاريح السفر وإلغاء البعثات وأنشطة السفر الميداني الداخلي والخارجي، وخاصة للنساء، ومطالبتهن بوجود محرم لأداء عملهن في مجال الإغاثة الإنسانية. كما كشف التقرير عن أنواع أخرى من التدخل، مثل تعليق الأنشطة الإنسانية وتعطيلها، والتدخل في تصميم المشاريع وتنفيذها، والطلبات التعسفية لمختلف المعلومات والبيانات والوثائق والتقارير والأدوات من قبل الشركاء. وليست هذه المرة الأولى التي يتهم فيها مكتب الأمم المتحدة الميليشيات الحوثية بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وتستمر الأخيرة بابتكار حجج ثقافية ودينية ومجتمعية واهية لإعاقة وصول هذه المساعدات لمحتاجيها. اختطفت الميليشيات الحوثية 4 من أقارب بائعي قات متوفين نتيجة اصطدام سيارتهما بسيارة أخرى كانت تقل أقارب مباشرين لوزير الداخلية في حكومة الانقلاب، مبررة ذلك بأن الحادث كان مدبرا ولم يكن عرضيا. تعيش الميليشيات الحوثية في حلقة مفرغة بمناطق سيطرتها، مستبيحة كل الظلم واللا رحمة بتعاملها مع المواطنين، وتسجل بشكل يومي انتهاكا يحسب عليها ضد المدنيين، ليكون آخرها اختطاف 4 من أقارب بائعي القات المتوفين نتيجة اصطدام سيارتهما بسيارة أخرى كانت تقل أقارب مباشرين لوزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في محافظة عمران، على طريق رابطة بين العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة شمال البلاد. وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي لم تكتفي باختطاف أقارب المواطنين المتوفين في الحادث، بل تفرض طوقا أمنيا على مرافقيهم المصابين وتتعامل معهم كمذنبين، كما قامت بعمليات تحريات موسعة حولهم لاشتباهها بأن الحادث كان مدبرا ولم يكن عرضيا نتيجة السرعة الجنونية للطرفين وفقدانهما السيطرة على سيارتهما وفق إفادات شهود عيان. ولم تستبعد المصادر أن تكون هناك شكوك لدى ميليشيات الحوثي بأن الحادث المروري كان محاولة لاستهداف وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي من قبل عناصر معارضة للميليشيات أو الجناح المعادي لوزير داخليتهم ضمن الصراع البيني داخل الحركة الحوثية. جدير بالذكر بأن الصراعات بين الأجنحة الحوثية تتفاقم، فعم عبد الملك الحوثي عبد الكريم الحوثي تمت إقالته من المكتب التنفيذي كونها السلطة الأعمق لهذه الميليشيات الحوثية قبل عامين بعد سفره من إيران، ليعود بعد ذلك ويتم منحه رئاسة وزارة داخلية كطريقة لإسكاته. وما هذه الصراعات الداخلية التي ترفض الميليشيات إخراجها على السطح إلا حرق لسلطتهم الداخلية. تفاقمت الأمراض النفسية في البلاد بسبب الحرب والظروف الصعبة، ويكابد مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بعدم ظروف صعبة في ظل ازدياد المرضى وغياب الدعم وتجاهل المسؤولين.
في غياهب الأيام منسيون بأوجاعهم أوحش منهم كل أنيس وجليس. المرضى النفسيون ومعهم المستشفى الذي يضمهم بعدن يعانون ظروفا صعبة وقاسية في ظل غياب الدعم والاهتمام والتجاهل من الجهات المعنية. في حقيقة الأمر المستشفى يعاني من أسباب ومن مشاكل كثيرة جدا وتوالت وتعاقبت عليها الإدارات، لكن للأسف الشديد لم يكن هناك نية لدى القائمين على شؤون الصحة في الوطن هذا من إعطاء أولوية وإلى اهتمام بالمستشفى. على سبيل المثال المستشفى أعتقد أنتم تلاحظون لم يطرأ عليها أي أعمال صيانة منذ افتتاحها في الثمانينات القرن الماضي. الشيء الثاني الموازنة التشغيلية التي لا تتعدى 3,500,000 ريال يمني منذ العام 1994 لم تطرأ عليها أي زيادة. مستشفى كبير يقدم خدمات إنسانية وخدمات علاجية لأكثر من 10 محافظات. يعني يوميا نستقبل حالات كثيرة جدا تمام على مدار الأسبوع. الحالات النفسية في ازدياد مستمر وخاصة بفعل الظروف الحالية. مضى 20 عاما ونيف والمستشفى يجاهد حتى لا يغلق أبوابه في وجه المرضى الذين يتوافدون صغارا وكبارا من محافظات يمانية عدة لتلقي العلاج. عوامل الحالات يعني اشتدت، قساوة الحياة اشتدت، أمور كثيرة يعني تعطي سبب لارتفاع عدد الحالات. وفعلا يعني عندما قرأت أنا أنه موجود أكثر من 8 مليون أو حوالي 7 مليون أو أكثر مريض باليمن، هذه حقيقة. أنا أشد الدولة الوقوف إلى جانب هذا المستشفى والدعم المعنوي والمادي لهم، والكوادر إذا في كوادر يضيفوا لهم كوادر فيها بالمسمو من أجل الناس. كثير يا أخي فيها الناس أصيبت في حالة إحباط وحالة نفسية وحالة يعني ما لا عدد لهم. إحنا بأمس الحاجة لدعم الصيدلية لدعم المرضى باحتياجاتهم، لكون في مرضى كثير بس بسبب نقص الأدوية ما يباشروش. ظروف الحرب والأوضاع القاسية أسباب رئيسية في تفاقم الأمراض النفسية وبصورة مخيفة. منسيون على قارعة الأيام تنهشهم الوحدة وتأكلهم أعين الناس. المرضى النفسيون في ازدياد كبير ومخيف، فماذا فعلت الحرب الحوثية بعقول البسطاء في البلاد؟ تجيب تقارير منظمة الصحة العالمية عن التساؤل وتؤكد أن 8 مليون يمني أصيبوا بنوع من الأمراض النفسية، وأن 1 من كل 4 أشخاص تأثروا نفسيا. وفي ظل غياب الاهتمام من المنظمات والجهات المعنية يبقى الله وحده الراحم والمعين. صالح حنش، الغد والمشرق، عدن. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات غذائية لأهالي شبوة. أهلا بكم من جديد. نظم النادي الأدبي الثقافي لطلاب جامعة حضرموت ندوة ثقافية تمحورت فيها الشعر والفن، وتهدف إلى نشر الوعي الثقافي والارتقاء بفكر وثقافة طلاب الجامعات بحضرموت. ضمن الاهتمام بالجانب الثقافي، تظاهرة أدبية وشعرية تحتضنها جامعة حضرموت. التظاهرة نظمها النادي الأدبي الثقافي لطلاب جامعة حضرموت بمدينة المكلا. هذا النادي يفجر طاقات إبداعات طلابية في القصة والشعر وفي قراءة الكتب وغيرها من المهارات. اليوم حقيقة الطلاب يعني أتحفونا وأيقنت يقينا كبيرا أن هؤلاء الطلاب طاقة زاخرة، شباب طاقة زاخرة، فقط يحتاج إلى رعاية وتمام. في الحقيقة تعني الكثير لطلاب جامعة حضرموت، فهي البوابة وجسر التواصل بين مواهبهم وإبداعاتهم من خلال النادي الأدبي الثقافي. ف
فنحن مهمتنا إبراز هذه الإبداعات لدى طلاب جامعة حضرموت. هذه الفعالية الثقافية استضافت الشاعر الدكتور أبو بكر الحامد الذي قدم العديد من القصائد الشعرية في مجالات الفن والغزل والسياسة. الحاضرون بدورهم أثروا الفعالية بمشاركاتهم التي تمحورت حول الفن والتراث الحضرمي. الفعالية اليوم كانت شعرية، واقترح علي الطلاب أن أقدم نماذج من شعري، فقدمت عدة قصائد من شعري بالشعر العمودي والشعر التفعيل وشعر التفعيلة. ومن القصائد التي قدمتها قصيدة عنوانها سياحة في اليمن وأسبانيا، واختتمت بقصيدة البردة المتجددة عن شخصية الرسول. طبعا الندوة اليوم استفدنا منها كثير، وكنا بأمس الحاجة لمثل هذه الندوات من قبل، وإن شاء الله تكون مش أول ندوة، هي مش أول ندوة، إن شاء الله تكون الندوات أكثر لنا. استفدنا من الكتب الأدبية والشعر بعد، واستفدنا من جانب دراسته، يعني قال خلال ممارسة دراسته يعني ايش سوى فيها ومراحله. الأندية الثقافية بحضرموت تسعى إلى إنعاش الجانب الثقافي والأدبي بين أوساط الشباب، وتسهم في رعاية وتنمية المواهب الطلابية في مختلف المجالات الفنية. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ليستفيد منها آلاف السكان من أبناء مديرية عرماء بمحافظة شبوة. وأعرب مواطنو ووجهاء مديرية عرماء عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي نظير جهودها الكبيرة ومد يد العون للمواطنين والنازحين في المديرية وإعانتهم على ظروفهم المعيشية الصعبة. أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد 19 انخفض بشدة منذ الشتاء الماضي. وقال مدير منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل نحو 9400 وفاة مرتبطة بكوفيد 19 على مستوى العالم الأسبوع الماضي، ويمثل هذا انخفاضا بحوالي 90% عن حالات الوفاة في فبراير الماضي الذي شهد ذروة الوفيات بسبب كوفيد 19 العام الحالي عند 75,000. نهاية النشرة، إلى العناوين. واشنطن ومسقط تؤكدان في بيان مشترك على دعم الاستقرار في اليمن وتمديد الهدنة الإنسانية. الأمم المتحدة تحمل ميليشيات الحوثي مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرتها. وميليشيات الحوثي تتخذ إجراءات انتقامية ضد مدنيين بسبب مصرع أقارب لوزير داخلية الإنقلابيين بحادث سير. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغد واي دوت كوم وتطبيق نبض الإخباري. دمتم بصحة.